السلام عليكم اخوتي الحباب، حياكم الله. هذا الفيديو غنديرو ان شاء الله تعالى ديال كيف اتغلب عن الحسد باذن الله تعالى. اطلب الله السلامه والعافيه، الله يشفي الجميع. لا شك ولا ريب ان الحسد هو واحد الشعور سلبي كيشعر به الانسان تجاه شخص اخر. هذا الشعور هذا كيسبب ليه مشاكل في داكشي اللي كيملك واللي كيحقق، باش داك الشخص الاخر كيتغلب عليك. والحسد دائما كيدير لك واحد المسائل اللي هي كتخليك ديما انت مريض، ديما مصحيحش، ديما عيان، ديما الخوف، ديما القلق، ديما الفزع، ديما المشاكل النفسيه والعصبيه. والحسد كما قلنا دائما داك الشخص الاخر اللي هو كيحسدك، وكتلقى واحد جوج الناس هادو ديما كيكرهوك وما كيبغيكوش. هادشي اللي كنشوفو بزاف ديال الناس، كتلقى من العائلة ديالك وكتلقى من الأقارب. هادو راه كن أكيد أن لو كدرتي شي حاجة بسيطة قدامهم غادي يفضحوك وما يحملوكش وبزاف د الحوايج. ولكن باش نحاولو أننا نتجنبو هادشي هدا، لابد من بعض الإرشادات اللي خاصنا ان شاء الله نديروها ونطلب الله عز وجل يدير الخير. اول شيء هو التوكل على الله تبارك وتعالى، ويجب الاهتمام بالذات، تهتم براسك. مابقاش تسوق لعباد الله، مابقاش دير في الناس لا انا يحسدني غادي يحسدني عيد لي، لا خليه يدبر راسه. لانك ملي كتربط الفكر ديال الحسد مع عقلك كتولي مرض في النفسيه ديالك. لا ما تبقاش تسوق لشي واحد نهائيا، نعيش حياتي كأن شيئا لم يكن. اللي بغى يحسد يحسد براسو. انت كدير شي حاجه كديرها الله تبارك وتعالى، مكديرش حاجه لبنادم، ديرش حاجه ديرها الله عز وجل. قلنا خوتي الاهتمام بالذات، وخاصك تركز على نفسك وداكشي اللي عندك من الانجازات، وتكون كما نقولوا باللغه العربيه وتحسين مهاراتك وقدراتك الشخصيه. يعني تحسن المهارات ديالك وتحصل القدرات ديالك الشخصية بإذن الله تبارك وتعالى. تاني حاجة هو العمل بجد، أنك تخدم مزيان باش تحقق الأهداف ديالك وتحسن الحياة ديالك. وهذا الشيء غادي يساعدك بزاف في تقليل الحسد اللي كيشعروا به الناس الآخرين في اتجاه ديالك أنت. لأن الناس الآخرين مراد مقابلينك أنت كتفيق بكري كتخدم، واحد ما كيفيق حتى لجوج تيقول لك كيف دار ليها، راه كيدير لها نهض بكري وخدم ودار بزاف ديال الحوايج. ثالث حاجه اللي غنتكلمو عليها هو التعلم من الاخرين. خاصني نتعلم مزيان ونستخدم داك العلم اللي تعلمته كحافز باش نتعلم بزاف ديال الحوايج ونستافد بزاف ديال الحوايج من الخبره ديال الاخرين، باش مابقاش انا مالي غير في الفكر ديال الحسد. راه بزاف ديال الناس غير الفكره ديال الحسد مدمره، ممكن يحسد له والو فكره الحسد مدمراته. التركيز على الايجابيات، نركز على الايجابيات، وخاصني نركز على الايجابيات مزيان في حياتي ونحدد مزيان ونعرف شنو كندير باش تكون سعيد في حياتك وتكون راضي على الحياه ديالك. واسمعني هذه مزيان تاي نقولها لك. خمسه هو التحدث مع اشخاص موثوق بهم. خاصني نتكلم مع شي ناس اللي انا واثق بهم، ماشي نبقى نهضر وصافي اي واحد انا في الطريق، لا نتكلم مع ناس اللي واثق بهم باذن الله تعالى، وغادي نعرف شنو كندير في حياتي. نفكر بايجابيه، ويجب عليا باش نتجنب الاهتمام بالاشياء السلبيه. لا نخدم نضرب تماره، نخدم مدوز عندي واحد السنه الا انا درت شي حاجه في حياتي، درت واحد الحاجه اللي تحفزني في حياتي. ماشي نبقى انا حاضي الناس كيفاش كيحسدوني كيحقدوا اليوم قتم، لا كون قوي باذن الله تعالى. واخر شيء اخوتي الحباب في سبعه ديال الحوايج هو الايمان بالقدر خيره وشره. يجب الإيمان بأن كل شخص كيحصل ليه شي مكتوب
فهو مكتوب عليه. والحسد أخوتي الحباب لا يغير من القدر. والإنسان الحمد لله كان كيتيق في شي حد يمشي عنده يدير رقيض العين الحسد إن شاء الله تعالى، وطلبوا الله الخير. أي سؤال أي حاجة مرحبا، تحية طيبة.